جاءت هذه الفرحة العامرة بمناسبة إعادة فتح جسر أنجيلي من قبل السلطات الكاميرونية بعد عام ونصف من إغلاقه بسبب جائحة كورونا. وعليه قام محافظ شاري لوغون بدولة الكاميرون دانغو جان لازار بعملية إعادة الفتح الرسمي، وتناول في كلمته علاقات الأخوة والصداقة والتلاهم التي تربط بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كانت سببا في توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما إغلاق جسر أنجيلي الرابط بين البلدين الشقيقين. كما قدم شكره للسلطات الأمنية التشادية على التعاون القائم خلال تلك الفترة الصعبة، وناشد مواطني البلدين العابرين للجسر الالتزام بالقيود المفروضة لمنع نقل عدوى كورونا بين المواطنين، في حين عبر المواطنون الكاميرونيون عن فرحتهم بهذا الافتتاح الرسمي. أشكر الله على ذلك، نشكر دول الاثنين كاميرون وتشاد، انا مبسوطين مره واحد كمان، انا فرحانين كمان بفكين بونغ، ما شاء الله الحمد لله ندور متوكل يوم ثنينا الحكومه هنا تشاد هنا كاميرون كل شكرناهم كثير في فكين انا بونغ بريمان شكرا عليهم، انا مبسوطين مره واحد شكرا لكم. يذكر ان افتتاح هذا الجسر من قبل السلطات الكاميرونيه ياتي بعد 3 أيام من الافتتاح الرسمي من طرف الحكومه التشاديه للسماح لمواطنيها دخول الاراضي الكاميرونيه ومزاولة أنشطتهم التجارية.